السلام عليكم فيديو جديد، كنتمنى تكون احوالكم بخير. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غتكون فيها اول ابيزود، غادي نشرح لكم لا استراتيجي ولا الموديل ديال استراتيجي اندستريال. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي لا ديفينيسيون ديال لا استراتيجي. على بركه الله نبداو لا فيديو ديالنا. لا استراتيجي إلابوري لا استراتيجي يعني باش انه نإلابوري واحد لا استراتيجي سي شوازير لي دومين داكتيفيتي دون ليكيل لونتربريز اون طون اتر بريزون. يعني باش نإلابوري واحد لا استراتيجي خصني نعرف اشنا هما لي دومين داكتيفيتي ديالي كما ديجا شرحت لكم. غير باش نعطيكم واحد النصيحه، سي كو الماناجمنت استراتيجيك و استراتيجي اندستريال راه هما جوج ديال لي ماتير لي انترولي يعني مترابطين مع بعضياتهم. يعني ممكن يعني كنقول شي حاجه في الماناجمنت راه كاينه نيت استراتيجي والعكس. دونك كيما قلنا باش انه نيلابوري واحد لا استراتيجي خصنا نعرفو لي دومين داكتيفيتي ديال هذيك لونتربريز، يعني نشوفو واش حنا غادي نكونو سبيسياليزي في واحد الدومين واحد الميتي اولا غادي نديرو لا ديفيرسيفيكاسيون غيكون عندنا بليزيوغ دومين داكتيفيتي اي الوي دي ريسورس كي انجوندر لونتربريز دور لو لون تيرم. يعني خصنا نعرفو هادوك الموارد سواء لي ريسورس ايمان فينونسيي اورغانيزاسيونيل اللي غادي يخصونا باش انه يكون عندنا لا رياليزاسيون ديال لي زوبجيكتيف ديالنا في واحد لا بيريود اللي هي كبيره. دون شاكان دو سي دومين داكتيفيتي il s'agira de définir un positionnement. يعني في اي دومين داكتيفيتي الا كنا درنا الديفيرسيفيكاسيون عندنا بزاف ديال لي دومين داكتيفيتي استراتيجيك، في اي دومين خاصنا نعرفوا شنو هو التوجه ديالنا ولا فين غادي نديروا البوزيشنمون. À même de permettre la constitution d'un avantage sur ses concurrents. يعني احنا احنا سبيسياليزي عندنا بزاف ديال لي داس، كل داس كنقول ها هما لي كونكيرون ديالي وخصني تكون عندي شي حاجه باش نمتاز على هادوك لي كونكيرون. يعني كنقلب على لي فاكتور كلي دو سوكسي لي غادي نكسبلواتيهم بور سو ديفيرونسيي بارابور ا لا كونكيرونس. من بعد ما عرفنا لا استراتيجي اون جينيرال، دابا غادي نعرفو لا استراتيجي دو لونتربريز ولا لا استراتيجي دونتربريز افيك بور اوبجيكتيف لوبتونسيون دان افونتاج كونكورونسييل. الهدف من لا استراتيجي هي لافونتاج كونكورونسييل، يعني يكون عندنا واحد لاتي ولا واحد سوربلي بينا وبين المنافسين ديالنا. يعني يكون عندنا واحد ليكار سوبيريور بينات هذاك ليكار كيكون بين le produit vendu, la valeur ديالو ou les charges اللي خصنا فداك لو برودوي. كيما ديجا شتي درا عندنا بزاف ديال لي تيب باش بزاف ديال لي استراتيجي باش يكون عندنا هاد لافونتاج كونكورونسييل وما بيناتهم دوميناسيون بار لي كو استراتيجي دو ديفيرونسياسيون او فوكاليزاسيون اللي ديجا شرحتهم في مانجمنت استراتيجيك. اي لا ريبونس بو زاتون دي بارتي برونونت. يعني هنا فاش كان حنا كان الا باغي واحد لا استراتيجي كيكون الهدف ديالنا ديال الانتربريز وسي باش نساتيسفيو لي بيزوان ديال لي بارتي برونونت. شنو هما لي بارتي برونونت او ما يسمى بلي ستيك هولدرز اون انغلي؟ هاد لي بارتي برونونت هما لي كليون لي فورنيسور لي كونسوماتور لي اسوسي ديالنا. لا استراتيجي se matérialise par une allocation de ressources qui engage l'organisation à long terme en configurant son périmètre d'activité. Yani kima قلت كنشوفو داك لي زاكتيفيتي ولا دوك لي دومين اللي حنا كنكونو ديفيرسيفيي فيهم و كنالويو لي ريسورس، يعني كنحطو الموارد اللي خاصنا في كل دومين. كما كتشوفوا هنا عندنا بزاف ديال لي زوتور دواو لينا على لا استراتيجي. اول واحد دوا لينا في ليبوك على لا استراتيجي هو سانتزو افون جيسيس كريس قبل الميلاد. بلانيفي عرف لينا استراتيجي بلانيفي لا ديستريكسيون دو سي زينمي بار ان يوزاج افيكاس دي ريسورس. يعني فاش كنسمعوا انمي يعني كنعرفوا بلي استراتيجي ظهرات لينا في الميليتير، يعني فاش كانوا الحروب تما فاش بانت عندنا لا استراتيجي مع لي ميليتير وقالوا لينا باللي هي كان بلانيفي وكندير واحد البلانيفيكاسيون ديال كيفاش غادي مثلا كيفاش غادي نربحو في واحد الحرب واخا كانوا عندنا ناس اللي هما قلال كونتر واحد الجيش اللي هو كبير بزاف.
استراتيجور هو واحد لوفراج اللي كيعرف لينا لا استراتيجيه الابوري لا استراتيجي دو لونتربريز سي شوازير لي دومين داكتيفيتي دون لوكيل لونتربريز اون طون اتر بريزون اي الوي دي ريسورس دو فاسون ا سو كيل سي مانتيان اي سي ديفلوب. يعني هاد لوفراج ديال ستراتيجور كيقول لنا باللي لا استراتيجي هي فاش كنعرفوا هادوك لي دومين ديال لونتربريز وكنعرفوا هادوك لي ريسورس وكنحطوا لي ريسورس في الدومين المناسب، كل ريسورس في الدومين المناسب. بالنسبه لثيثار 1990 عرف لنا لا استراتيجي باللي هي لونسومبل دي ديسيزيون، مجموعه من القرارات و لي زاكسيون غولاتيف او شوا دي مويان، يعني كيكون عنده العلاقه بهادوك لي مويان اي لارتيكولاسيون دي ريسورس اون في داتان دي زوبجيكتيف. يعني كنديروا لوكاسيون دي ريسورس، الهدف ديالنا الرئيسي هو انه نحقوا لوبجيكتيف ديالنا. بالنسبه لميكايل بورتر هو كيقول لنا بلي لا استراتيجي هي لار دو كونستروير دي زافونتاج كونكورونسييل دورابلمون ديفوندابل، يعني الهدف ديالنا هو انه نحطوا دي زافونتاج اللي كيكونوا عندهم واحد المدى البعيد، يعني كيكونوا دي زافونتاج اللي هما ديفلوبي وكيكونوا مانتيان وكيبقاو لينا في واحد لا بيريود اللي هي كبيره بزاف. وهاد ميكايل بورتر هو اللي قلت لكم دار لينا تخوا استراتيجي، تخوا غران استراتيجي اللي دوا لينا على استراتيجي دو دوميناسيون باغ ليكو ولا البريبا، استراتيجي كوربوريت باردون، استراتيجي ديفيرونسياسيون او استراتيجي دو فوكاليزاسيون، وسماهم كاملين استراتيجي بيزنس، وهادو راه شرحتهم ديجا في الماناجمنت استراتيجيك. Aussi, une autre définition de la stratégie, définir le modèle ou le plan intégrant dans un ensemble cohérent les objectifs principaux d'une organisation. Yani, la stratégie, quand on a donc les objectifs, le muhimmin binisba l'organisation, ou la politique d'yelha, qu'on dit la définition des actions. Une stratégie bien formulée, yani, fach qu'on dit la formulation de la stratégie, fait l'hala, rah qu'on dit l'acquisition ou l'allocation des ressources اللي هما اوبتيمال، يعني كما قلت كنحطوا موارد في بلايص اللي هما مهمين ولا في بلايص المحددين ديالهم. L'organisation dans le cadre d'une mise en œuvre d'actions construites sur ses compétences internes relatives, sur ses faiblesses, sur l'anticipation des changements dans l'environnement externe et sur la compréhension des actions de posant intelligent. Yani, la stratégie qui est en train de nous dire l'étude de l'environnement interne et externe, qui nous donc les faiblesses ou les forces, ou qui nous les menaces ou les opportunités. Yani, l'environnement micro ou l'environnement macro. Ou في هاد الحالة فاش كنشوفو هما كنديرو لي زاناليز بهادوك لي تكنيك داناليز كنعرفو مزيان، كتكون عندنا واحد النظرة على لونفيرونمون وكنكونو انتيليجون. بالنسبه لهنا واش لا استراتيجي بونسي ولا اكسيون؟ بالنسبه لا استراتيجي هي كتعتبر واش دو لا كونجيك liaison de la pensée ou la de l'action parce qu'elle se situe entre la politique qui lui fixe ses finalités et la tactique qui réalise l'action sur le terrain. يعني هي entre les deux كاينه بين la politique كاينه بين السياسه اللي عندها العلاقه بلي زوبجيكتيف ولي فيناليتي دلونتربريز ولي تاكتيك اللي عندهم العلاقه بلاكسيون في التيران. يعني لاكسيون كندويو على لونفيرونمون لي زاناليز ديال لونفيرونمون ميكرو اي ماكرو. هذا الجدول كيبين لنا لا ديفيرونس بين لا استراتيجي ديدويت و لا استراتيجي كونسترويت. بالنسبه لا استراتيجي ديدويت او نيفو ديال فوندمون دو لا استراتيجي هي كات ادابتي لينا لي ريسورس لورغانيزاسيون باش انه يكون عندها d'exploiter les opportunités de l'environnement. La stratégie construite effet de levier sur les ressources afin d'octroyer la création de la valeur. Je connais la valeur ou déduite je connais l'opportunité. L'avantage, le positionnement les OMZN ou واحد الاختلاف ما بينها وما بين اون اوتر اونتربريز اللي كتستعمل اون اوتر اكتيفيتي اون اوتر استراتيجي. اما بالنسبه للكونستروكت كيكون عندها اون ديفيرونسياسيون اللي كتبازي لينا على لي كومبيتونس وكتبازي لينا ايغالمون على نقلبوا على دي بارتي اللي هما نوفو. بالنسبه لي بوتيت بوف
survivre, عندنا في لا استراتيجي دي لويت اون تروفون اي اون بروتيج اون نيش، يعني هنا كنحاولوا نحميو واحد لا نيش. اما بالنسبه للكونستخويت هنا اون ايشانجون لي ريغل دو جو، يعني هنا كنبدلو لي ريغل دو جو وكنقلبو على دا ريغل ولا لي طوندونس اللي هما جداد. On peut réduire les risques. Neuf, la stratégie déduite qui concerne le portefeuille d'activité qui compte motawazin. Amma construite qui concerne le portefeuille qui compte basé sur les compétences. Bnisbel le sommet déduite qui concerne la stratégie qui compte مقسمة على دي فيليال، وبالنسبة للكونستخويت كيكونوا لي كومبيتونس دائمين فوندامونتال او لا ديغابل. عندنا جوج ديال لي نيفو دو لا استراتيجي، عندنا استراتيجي دونتربريز اللي هي كوربوريت استراتيجيك او لا استراتيجي جلوبال، وعندنا استراتيجي داكتيفيتي اللي هي بيزنس استراتيجي اللي كتسمى ايغالمون جينيريك او لا كونكورونسييل. بالنسبه لا استراتيجي كوربوريت باش نعطيكم غير واحد الريجيمي، كيكونوا فيها جوج ديال لي استراتيجي، كيكونوا فيها لي استراتيجي سواء كنستعملوا استراتيجي دو سبيسياليزاسيون كانت سبيسياليزي في واحد الحاجة او لا في واحد الميسي، او لا كنديرو استراتيجي دو ديفيرسيفيكاسيون لي نون لي، وهنا كنديرو لا ديفيرسيفيكاسيون كيكون عندنا بزاف ديال لي دومين داكتيفيتي. اما بالنسبه للاستراتيجي داكتيفيتي اللي كتسمى بيزنس، هنا كيكون عندنا واحد التاس، يعني كنكونو سبيسياليزي في واحد دومين داكتيفيتي استراتيجيك، وكنستعملو ثلاثه ديال لي استراتيجي، يا استراتيجي دو دوميناسيون بار ليكو، يا استراتيجي ديفيرونسياسيون، يا استراتيجي دو فوكاليزاسيون اللي كتسمى ايغالمون استراتيجي دو نيش. كما ديجا شفنا لا ديفينيسيون ديال لا استراتيجي، ما غاديش نعاود لكم، سي لا ميم شوز، عندنا فالوريزي او ميو لونسومبل دو ريسورس ايتترا، وديك لا ديفينيسيون الثانيه ديال استراتيجور ديجا شرحتها لكم في الاول. عندنا هنا ثلاثه ديال لي بروبليماتيك برينسيبال في هاد لا استراتيجي. اول حاجه كيفاش غادي نتاخدو قرار اللي هو صائب، ثاني حاجه كيفاش غادي يكونوا عندنا موارد اللي هما موافقه لهذيك لهذاك الدومين، ثالث حاجه اللي هي كيفاش غادي نختاروا لي مويان داكسيون. بالنسبه للاستراتيجي هي كتعتبر بحال واحد الكومبرومي، يعني كتجمع لينا ولا كتكون لينا واحد الانترميديا، واحد الوسيط بين دو شوز، شي حاجه اللي هي انترن اللي عندها العلاقه بالونتوراج انترن ديال لونتربريز، اي ليكستير اللي عندها العلاقه بالانفيرونمون. داكشي علاش كنشوفو هنا الانترن، كندويو على لي كومبيتونس لي ريسورس لي فورس لي فيبليس ديال لونتربريز، و اكسترن كندويو على لي زوبورتونيتي اي لي موناس ديال لونفيرونمون. هنا الا جينا بغينا ندوي وغادي نقولوا بلي هاد لا استراتيجي كتكون وسيط بين لو دياغنوستيك انترن او لا لاناليز انترن اي لو دياغنوستيك اكسترن او لا لاناليز اكسترن. كما قلت لكم لا استراتيجي هي واحد الكومبرومي، يعني فاش كنقولوا كومبرومي يعني كتكون هاد لا استراتيجي بين جوج ديال لي زابروش لي هما ديفيرون، يا كتكون لا استراتيجي دو لونفيرونمون كونكورونسييل، يعني كتكون كنديفيني وكنعرفو داك لو بوزيسيونمون ديال لونتربريز بارابور او بوزوان، يعني كنعرفو البوزيسيونمون ديالها ولو بوزوان ديالها. يا كيكون عندنا لابروش تاني اللي هي كنديرو لا استراتيجي انطلاقا من لي ريسورس و لي كومبيتونس ديال لورغانيزاسيون، وفي هاد الحاله لا استراتيجي ما كتكونش ادابتي للمارشي بالضبط، ولكن كتحاول انها تقلب على دي مارشي نوفو اللي تقدر تلونسي فيها لو برودوي ديالها. 4 principes pour choisir et élaborer une stratégie. Et il n'existe pas d'une stratégie standard. يعني ما عندناش واحد كنقولوا صافي هاد لا استراتيجي اكس راه غتستعمل هادي وهاد لونتربريز وهاد لونتربريز وهاد لونتربريز. نو، كل انتربريز ولا استراتيجي ديالها يعني سبيسيفيك با ستاندار. هذا البرانسيب الاول، لا استراتيجي ني با ستاندار. il n'existe pas de stratégie standard. ثاني برانسيب، il n'existe pas de stratégie durable. ما عندناش واحد لا استراتيجي كنقولوها هي حطيناها اليوم صافي راه غادي تبقى لينا 10 سنين غدا مو مزيانه. نو، لا استراتيجي باش تكون durable خاص ديما اناليزيو لونفيرونمون باش نشوفو دوك لي شونجمون، وفي ديك لا استراتيجي وحنا كنبدلو، يعني ما كايناش شي حاجه سميتها فيكس durable ستاندار. نو،
تالت برانسيب، لا استراتيجي ني با افير دي ليت، يعني ما كنقولوش حنا ان استراتيجي كتكون ريزيرفي غير لدوك لي ليت، يعني النخبه لي باترون لي ديريجون لي ريسبونسابل، نو. مي لا استراتيجي هي واحد الكومبرومي كما قلنا كيكون بينات لانترن و ليكسترن ديال لونتربريز، كما كيهتم بلانترن و ليكسترن او ميم طون كيهتم لينا في لانترن ديال لونتربريز بكاع دوك لي بارتي لي كاينين فيها، سوا لي سالاري سوا لي كولابوراتور سوا لي زاسوسيي سوا لي ديريجون سوا لي باترون. الوغ كو لا استراتيجي ماشي ريزيرفي سولمون لي باترون مي تو لي زيليمون لي كاينين في لانتيريور دو لونتربريز، يعني كاع داك الجروب لي كاين لي خدام في لانترن راه كيبارتيسيبي لينا في la stratégie d'une manière liée directe ou indirecte. Quatrième ou dernier principe, et non, la stratégie ce n'est pas de la théorie, يعني ما عندهاش واحد لا تيوري، ولكن كتكون عندها واحد لا فالور فاش كتكون عندنا في واحد لا سيتوياسيون كيما قالوا هنا مي اون اكسيون سور لو تيران، يعني كتخدم لينا فاش كنمشيو لو تيران، يعني فاش كنخدمو بها راه خدامه، ولكن ما عندهاش واحد لا تيوري ولا واحد المفهوم ولا واحد اللي نقدروا نقولوا سيره، ولكن عندها فالور فاش كتكون في لو تيران سولمون. بالنسبه لا ديمارش استراتيجيك باش نيلابوري واحد لا استراتيجي خصنا ناناليزيو لونفيرونمون اكسترن، يعني نديرو لاناليز اكسترن و لاناليز انترن. الهدف من هاد لي زاناليز هو انو نتاخدو واحد لو شوا، يعني نتاخدو نديرو واحد نحطو واحد الاختيار اللي هو استراتيجي، ياك في واحد لامبليمونطاسيون ديال لا استراتيجي، والهدف الرئيسي هو يكون عندنا واحد لافونتاج كونكورونسييل، يعني واحد سوربلي. لهنا غادي نكون وصلت للنهايه ديال لا فيديو في لا بارتي 1، عطيتكم لي نوسيون دو باز على لا استراتيجي و لي ديفيرون استراتيجي اللي كاينين، و الا بغينا نيلابوري واحد لا استراتيجي شنو هو اللي خاصنا نديرو لاناليزيو لونفيرونمون انترن اكسترن. في ليبيزود الثاني ان شاء الله غادي نشرح لكم شنو هو الاناليز اكسترن اللي غنشوف فيه بليزيور زاناليز. جيسبر كو فوزافي ايمي لا فيديو، الا عجبتكم واستفدتوا معايا ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة حيتاش كنشوف لا بلي بار كيشوف لا فيديو وكيستافد وما كيشاركش ما كيديرش اشتراك. ميرسي، على بروشين.